السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء طلبة الصف الثاني ثانوي، نستكمل معكم الدرس الثاني الوحدة الرابعة سرعة التفاعل مادة الكيمياء. درسنا اليوم العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل. نظرية التصادم، طبعا نظرية التصادم تفسر معدل التفاعل الكيميائي يتم على بدلالة التصادمات بين الجسيمات المتفاعلة، حين أن الجسيمات المتفاعلة أو الجزيئات حسب النظرية الحركية للجزيئات أن الجزيئات تتحرك في حركة مستمرة. نظرية التصادم يقول لكي تتفاعل الجزيئات المتفاعلة مع بعضها البعض يجب أن تتصادم مع بعضها البعض، يجب من هنا يكون في تصادم بين الجزيئات المتفاعلة، وكلما زاد عدد التصادمات يزيد معدل التفاعل. 2، يجب أن يكون هذا التصادم بطاقة كافية كي تتحول المتفاعلات إلى نواتج، بمعنى أن ليس كل تصادم ناجح أو مثمر. التصادم الناجح أو المثمر هو التصادم الذي يؤدي إلى تكوين نواتج، التصادم غير ناجح هو الذي لا يؤدي إلى تكوين نواتج. التصادم الناجح يجب أن يكون بطاقة كافية، هذه الطاقة تكفي لكسر الروابط، نحن عارفين التفاعل الكيميائي وعبارة عن كسر روابط بين المتفاعلات وتكوين روابط جديدة، يجب أن يكون هذا التصادم بطاقة كافية حتى تتحول المتفاعلات إلى نواتج. 3، تظل هذه الجزيئات متلامسة مع بعضها البعض لفترة معينة من الزمن. أنا عندي متفاعل حسب الرسم، متفاعل A مع B، لون أزرق ولون أحمر، دول يحدث تصادم بين هذه الجزيئات المتفاعلة. يجب أن يكون التصادم طبعا في اتجاه مناسب باش يكون ناجح، اتجاه مناسب، ويجب أن يتم بطاقة كافية، يتم بطاقة كافية لكي يتم كسر الروابط، يتم بطاقة كافية لتحول المتفاعلات إلى نواتج. إذا نظرية التصادم نقول أن يجب على الجزيئات المتفاعلة أن تتصادم وبطاقة كافية لكي تعطي نواتج. العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل، ناخذ أول عامل اللي هو درجة الحرارة. كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زاد معدل التفاعل، كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زاد معدل التفاعل، والعكس صحيح، كلما قلت درجة الحرارة كلما قل معدل التفاعل. تفسير ذلك في ضوء نظرية التصادم، يمكن تفسير ذلك حسب في ضوء نظرية التصادم، وأن في حالة ارتفاع درجة الحرارة تكتسب الجسيمات المتفاعلة طاقة حرارية، هذه الطاقة الحرارية تكسبها طاقة حركية أكثر، بمعنى أن عندنا بعد ما نسخن نقوم بارتفاع درجة الحرارة تزيد حركة الجزيئات، الطاقة الحرارية للجسيمات تزيد الطاقة الحركية بمعنى تتحرك أكثر، وبالتالي حيزيد التصادمات، وكلمة التصادمات هذه التصادمات تجعل التفاعل، هذه التصادمات تكسب الجسيمات طاقة بحيث تكفيها للتحول إلى نواتج. إذا الحرارة الأدنى ما تكون الحرارة منخفضة حتكون حركة الجسيمات أقل، بالتالي حتقل فرصتها في التصادم لكي تتحول إلى نواتج. إذا أنا كل ما زاد درجة الحرارة زاد معدل التفاعل، قلنا بسبب اكتساب جسيمات المواد المتفاعلة طاقة حرارية أكبر فتتحرك بطاقة حركية أكبر وتكون فرصتها للتصادم أفضل مع جزيء متفاعل آخر وبطاقة كافية للتحول إلى نواتج. هذه حسب نظرية التصادم، والعكس صحيح، كلمة تقل درجة الحرارة بمعنى تكون درجة الحرارة منخفضة هتكون طاقة الحركية للجسيمات أقل، وبالتالي فتقل فرصتها للتصادم بطاقة كافية لكي تتحول إلى نواتج. مثال ذلك، وضع اللبن في الثلاجة يقعد فترة أطول طازجا، بمعنى يعني كلمة تقل درجة الحرارة، معروف أن اللبن يصير عملية تحلل، تحول فيه سكر اللاكتوز إلى حمض اللاكتيك، هذا التفاعل معدل التفاعل هيزيد بزيادة درجة الحرارة، لأن معدل التفاعل يزيد بزيادة الحرارة ويقل بنقصان أو خفض درجة الحرارة، بالتالي إذا وضعنا إحنا اللبن في الثلاجة هيظل طازجا لمدة أطول، لأنه حيقل معدل تحلل اللبن في
في الثلاجة لخفاض درجة الحرارة. كذلك ممكن نستخدم غير مخفض التجميد اللي هو يسمى الفريز في حفظ الأطعمة لمدة طويلة قد تصل شهور، وذلك لأن حجرة التجمد تكون فيها درجة الحرارة أدنى من الثلاجة. قد وجد أن أي معدل تفاعل يتضاعف كلما ارتفع درجة الحرارة 10 درجة مئوية، قلنا كلما زيد درجة الحرارة يزيد معدل التفاعل، فوجدوا أن أي تفاعل يزيده 10 درجة سيلوسية يتضاعف مرتين. بمعنى إذا عندي تفاعل يتم بدرجة حرارة الغرفة حرارته 30، هذا التفاعل يصبح أسرع مرتين عند 40، أو كان بداية حرارته 30 زدناه 10 درجات هي 40 يصبح أسرع مرتين. إذا كان زدنا حرارة 50 حيصبح أسرع 4 مرات، وعند 60 حيكون 8 مرات، وعند 70 16 مرة يكون أسرع 16 مرة، وعند 80 حيكون أسرع 32 مرة، وهكذا. إذا تفاعل كل ما نزيده 10 درجات يتضاعف السرعة متاعه تتضاعف. جو العامل الثاني اللي هو التركيز، تركيز المواد المتفاعلة. العامل الثاني الذي يؤثر على سرعة التفاعل تركيز المواد المتفاعلة. كلما زاد تركيز المواد المتفاعلة كلما زاد معدل التفاعل. كلما زاد العلاقة حتكون علاقة طردية. كلما يزيد تركيز المواد المتفاعلة كلما زاد معدل التفاعل. طبعا جيت تفسير ذلك حنفصله حسب نظرية التصادم. نجد أن في حالة التركيز الأعلى، طبعا هنا كلمة تركيز معناها كمية المادة، لما نقول تركيز محلول معناها كمية المذاب المذيب، بالتالي عند التركيز الأعلى حيزيد عدد الجزيئات، بالتالي هذه الجزيئات كلمة تزيد معناها حيزيد تصادماتها. ليش؟ لأن عدد الجزيئات أكثر بالتالي يزيد التصادمات، وبالتالي هنا حتكون التفاعل فرصته أكثر من التركيز المنخفض. في التركيز المنخفض حتكون الجزيئات أقل، هتكون عدد الجزيئات أقل. إذا بالتالي أنا كل ما يزيد التركيز بمعنى كل ما يزيد عدد الجزيئات يزيد التصادمات، وبالتالي شو يزيد فصل التفاعل تحول إلى نواج. إذا عند التركيز الأعلى تزداد احتمالية التصادم بين الجزيئات المتفاعلة مع بعضها البعض وبطاقة كافية لكي تكون نواج. مثال ذلك استخدام الأكسجين النقي بدلا من الهواء في أنابيب الأكسجين داخل المستشفيات للتسريع من شفاء المرضى. يعني في المستشفيات يستخدموا في الأكسجين في الاسطوانات بدل الهواء. ليش؟ لأن الأكسجين تركيزه أعلى، بالتالي كل ما يزيد التركيز كل ما يزيد سرعة التفاعل. إذا كان استخدم الهواء يكون تركيزه أقل، ونحن طبعا نبغى شفاء المريض بأسرع وقت ممكن، بالتالي يقولون ليش نستخدم الأكسجين؟ لأن الأكسجين النقي حيكون أعلى تركيز، وكلما زاد التركيز تزيد سرعة التفاعل. العامل الثالث اللي هو الضغط. طبعا الضغط كل ما زيد سرعة التفاعل الغازي، طبعا سرعة التفاعل الغازي تزيد بزيادة الضغط، بمعنى أن الضغط لا يؤثر إلا على التفاعلات الغازية. بمعنى الضغط لا يؤثر على المواد المتفاعلة السائلة أو الصلبة. إذا التفاعل اللي فيه مواد متفاعلة أو ناتجة غازية تزيد سرعته بزيادة الضغط. تفسير ذلك إذا أنا عندي جسيمات متفاعلة، أنا كان ضغطنا الجسيمات، طبعا كل ما زيد الضغط وقوم بضغط الجسيمات هيقل الحجم. لاحظ مثلا هنا جسيمات وأنا زدنا الضغط، طبعا كل ما زاد الضغط هيقل الحجم وبالتالي هيزيد التركيز، وكل ما يزيد التركيز هتزيد الفرصة للتصادم بين السمات المتفاعلة فيزيد معدل التفاعل. إذا كل ما زاد الضغط يزيد سرعة التفاعل، إن زيادة الضغط تعمل على تقليل الحجم وبالتالي يزيد التركيز، وزيادة التركيز يزيد معدل التفاعل. علل يطهى الطعام أسرع في قدر الضغط. طعام يطهى في قدر الضغط أسرع من قدر عالي. شو السبب؟ طبعا قدر الضغط هنا حيكون الضغط أعلى، وبالتالي كل ما زاد السبب ان كل ما زاد الضغط حتزيد سرعه التفاعل. طبعا نستفيد من هذه الخاصيه اللي هي خاصيه تاثير الضغط في زياده سرعه التفاعل على التفاعلات الغازيه، نستفيد منها في العمليات الصناعيه التي تتضمن غازات، لان الضغط لا يؤثر الا على الغازات.
عادة تستخدم في الصناعات بضغوط مرتفعة، مثلا احنا نصنع الأمونيا اللي هي NH3، تصنع بتفاعل غاز النيتروجين مع غاز الهيدروجين تعطيني أمونيا. هذا التفاعل طبعا يعرف في طور غازي، إذا كان هذا التفاعل تم في ضغط عادي هيكون بطيء جدا، لكن تم هذا التفاعل في طبعا 300 ضغط جوي هيكون التفاعل أسرع أسرع. ليش أسرع؟ لأن كل ما زاد الضغط تزيد سرعة التفاعل. نجي للعامل الرابع اللي هو حجم الجسيم. حجم الجسيم كلما زادت مساحة السطح الجسيمات المتفاعلة كلما زاد معدل التفاعل، كلما زاد معدل التفاعل، بمعنى أن الجسيمات الأقل هتكون لها مساحة سطح أكبر. تفسير ذلك، مثلا عندي هنا جسيمات، هذه كتلة كبيرة وهذه جزيئات أصغر. الكتل الكبيرة تتفاعل أقل، السبب أن الكتل الكبيرة هتكون لها مساحة سطح أصغر بالنسبة للمادة الأخرى، أما الأجزاء الصغيرة هتكون لها مساحة سطح أكبر مع المادة الأخرى، بالتالي الأجزاء الصغيرة ليش؟ لأن الأجزاء الصغيرة تكون لها مساحة سطح أكبر، بالتالي هتكون فرصتها للتصادم أكثر. إذن الجسيمات الصغيرة كالمساحيق تتفاعل أسرع من الكتل. ليش؟ لأنها هتكون كلما صغر حجم الجسيم هتزيد مساحة سطح الجسيمات، بالتالي أمكن هذه المادة المتفاعلة من التصادم مع المادة الأخرى بسهولة أكثر، بالتالي تزيد سرعة التفاعل. مثال على ذلك الذوبان البطيء لقوالب السكر عند إضافتها لمشروب صاخن مقارنة بالسكر المحبب. بمعنى نعم عندي نلاحظ أن السكر المحبب الحبيبات يذوب أسرع من القوالب. ليش؟ لأن القوالب حيكون حجمها أكبر، بالتالي مساحة سطح أكبر، وبالتالي تقل سرعة التفاعل. إذا القوالب حيكون ذوبانها بطيء، سبب كلما كبر حجم الجسيم كلما قلت مساحة السطح كلما قل معدل التفاعل. ونلاحظ كذلك احنا في مناجم الفحم ومطاحن دقيق، يكون هنا مناجم الفحم فيها الفحم عليه غبار، وهذه الغبار غبار الفحم او الدقيق تكون جسيمات دقيقة جدا، تكون هذه الجسيمات حجمها صغير جدا وبالتالي تتفاعل اسرع. بالتالي يجب علينا نقوم بتهوية مناجم الفحم ومطاحن دقيق. ليش؟ لان جسيمات الغبار بتاع الفحم او الدقيق هتكون دقيقة جدا، هذه الجسيمات هتشتعل بسهولة اذا اختلطت مع غازات قابلة للاشتعال. يجب ايش؟ تهوية هذه جسيمات الفحم والدقيق، تكون لها جسيمات دقيقة جدا تشتعل بسرعة اكثر. ملخص طبعا درس اليوم، قلنا عندنا اربع عوامل تؤثر على سرعة التفاعل، هي درجة الحرارة والتركيز والضغط وحجم الجسيم. يكون تفاعلنا سريع، مثلا عندي السهم الحمر هنكون فيه تفاعل سريع زي ما خذينا هنا المحنة التفاعل، الزمن فقد الكتلة أو حجم الغاز، بالتالي هنا حيكون تفاعل سريع عند تركيز أعلى وعند حجم جسيم أصغر مساحة سطح أكبر وعند درجة حرارة مرتفعة، ويكون تفاعل بطيء عند تركيز منخفض، جسيمات كبيرة مساحتها سطح صغيرة ودرجة حرارة منخفض. هكذا أبناء الطلبة كونوا كملنا درسنا، نأخذ الأسئلة على الدرس تقويم الدرس. والسؤال الأول، أكمل الفراغات التالية: 1 في التركيزات العالية يظل يزيد احتمال نقط بين الجسيمات المتفاعلة بنجاح تتحول إلى نواة، طبعا هيزيد احتمال التصادم. السؤال الثاني، نقط الزايد في التفاعل الغازي يزيد التركيز ويزداد معدل التفاعل، طبعا التفاعل الغازي يؤثر عليه العامل هو الضغط، طبعا الضغط كلما يزيد الضغط يزيد التركيز بالتالي يزيد معدل التفاعل. رقم 3، يزيد ارتفاع درجة الحرارة من نقط الجسيمات المتفاعلة مما يزيد من احتمال التصادمات الناجحة لتكوين نواة، طبعا هنا هيزيد ارتفاع درجة الحرارة من حركة الجسيمات أو من الطاقة الحركية، قلنا كلما زيد الطاقة الحرارية للجسيمات تزداد الطاقة الحركية التي تزيد التصادم أكثر. 4، إذا كان حجم الجسيم المادة صغير جدا فيكون له مساحة سطح كبيرة. 5، الأصغر للمتفاعلات يعطي معدل أعلى،
لما الأصغر هو قصد هنا حجم الجسيم الأصغر يعطي معدل أعلى. يوجد سؤال اختيار متعدد، يقول السؤال: أي العوامل التالية لا يؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي؟ ألف تركيز المتفاعلات، حجم الجسيم، الضغط، حجم المتفاعلات. طبعا احنا اخذنا من عوامل التركيز وحجم الجسيم والضغط. طبعا الإجابة حيكون حجم المتفاعلات، يقصد بها هنا مش حجم الجسيم، يقصد بها كمية المتفاعلات. طبعا كمية المتفاعلات لا تؤثر على معدل التفاعل، بالتالي حتكون إجابتي د. سؤال آخر: في التفاعلات الكيميائية كثيرة تؤدي زيادة درجة الحرارة 10 درجة سلسية إلى نقص معدل التفاعل إلى النصف، ب مضاعفة معدل التفاعل، ج نقص كتلة المتفاعلات المستخدمة إلى النصف، د مضاعفة الزمن اللازم لإكمال التفاعل. نحن قلنا كل ما يزيد 10 درجة مئوية أو 10 سلسية تزيد يتضاعف. ما قلنا وش لأن التفاعل الكيميائي يتضاعف كل ما يزيد التفاعل درجة 10 درجة سلسية. إذا الإجابة تكون ب. سؤالي بعد اختياري: تحدث انفجارات خطيرة في مناجم الفحم بسبب ألف وجود وفرة من الأكسجين النقي، ب وجود تهوية جيدة جدا، ج تكون غبار الفحم من جسيمات دقيقة، د ارتفاع درجة الحرارة كثيرا. طبعا الإجابة قلنا في مناجم الفحم حتكون الغبار الفحم جسيمات دقيقة، ده يكون إجابة ج. السؤال الأخير: أموبا تنقل حمض كبريتيك يمكن خفض معدل تأكلها عن طريق، هنا بنقص معدل التفاعل، ألف زيادة درجة الحرارة، ب استخدام أنبوب أضيق، ج بناء السطح الخارجي للأنبوبة، د تخفيف الحمض. طبعا يبي يخفض التفاعل، هنا طبعا درجة الحرارة تزيد معدل التفاعل والتركيز يزيد، فبالتالي هنا خفض التركيز حتكون إجابة د هي إجابة السؤال. هكذا أبنائنا الطلبة، أتمنى الدرس الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.